السلام عليكم، معكم جوانا القحطاني من 436 ناو انترن. كنت سينيور بس الآن رجعت على في تحديرة الهرم، يعني رجعنا. المهم راح أتكلم لكم عن كرينيال نيرف اكزامينيشن. ما راح أدخل مرة في الديب، هذه كلها في المحاضرة النظرية، والأفضل حتكون لكم في السايكل نفسها. هذه حتكون مجرد اورينتيشن، راح أحاول أن تكون يعني مرة سيمبل words. ما راح أشرح كثير، أدخل details، راح أعطيكم زي oriented يعني. في nerves حلوة كذا أحبها والكل يحبها، يعني بعلمكم عليها إن شاء الله. فخلنا نبدأ. أول شيء، إيش هي cranial nerve examination؟ زي ما أخذته في المحاضرة النظرية، هي عبارة عن 12 نيرف زوجين paired تطلع directly من البرين. فراح نبدأ ناخذ كل واحد فيهم وإيش كيف how to examine them properly. طبعا بس حابة أنبه أن المحاضرة هذه المفروض أنها وجه لوجه، بس عشان الظروف للأسف يعني limited، فأنا حاولت أني I make do of what I have. So راح نبدأ أول شيء بأول نيرف اللي هو الأولفاكتوري. هذا بالعادة ناخذه بالهيستوري، أسأل المريضة إيش تغير عندك بالشم، تقدري تشمي كويس زي الحين في حالة كورونا الأنوزميا، تقدري تشمين الأكل mostly by history. لكن ترى فيه شيء examination اسمه هذا University of Pennsylvania Smell Identification Test، يحط لك كذا مجموعة روائح في شرائح بس يعني، لكن غير معمول فيه يعني غالبا. فنبدأ بالcranial nerve 2 اللي هو optic nerve. هذا النيرف عندنا 4 categories عشان I examine it properly. أول شيء حنشوف الacuity، الماوس مبين عندكم عشان أقدر أشر فيه. أي واضح. حلو، فراح نستعمل حاجة اسمه سنيلن شارت، هذه زي اللي في أي عيادة نظر تشوفونها، هذه للأكوتي. طيب نقول إنه هذا الشخص ما هو قادر يشوف السنيلن شارت، فعندنا ثلاث أشياء نسويها بالترتيب. أول شيء نقول له لو سمحت يا عم كم أصبع أنا رافعة، ما هو قادر يشوف عدد الأصابع أنتقل للخطوة الثانية gross hand movement، يا عمي تشوف يدي تتحرك ولا لا. إذا ما قدر برضو يشوف، نشوف عدد perception of light، حط إنه لمبة في عينه هتقدر تشوفها ولا لا، زي كذا. هذا الأسندنج في الترتيب حقه. فهذه الأكوتي. راح نجي اللي بعدها اللي هو البيبولاري ريفلكس. حوريكم مقطع، كل المقاطع اللي حطيتها ترى ماكسيموم 2 minutes بس عشان تكون سهلة، المفروض إنه وجه لوجه للأسف بس ما حصل يعني. خلينا نجرب شغله. ما راضي يفتح. طيب هذا الفيديو. واضح عندكم الفيديو؟ أيوة واضح. طيب ففي عندنا في الـ pupillary reflex لما أقيسه في عندنا شيء اسمه direct و consensual. فالدايركت هو المفروض اللمبة مطفية زي ما تشوفون قدامكم، أحط البن لايت على العين على البيوبل، المفروض أن العين اللي أحط عليها اللمبة هي اللي يصير لها constriction زي ما تشوفون عندكم في الفيديو. الدايركت هي لما العين نفسها يصير لها constriction. هنا شوفوا بقى تحط العين الثانية. ثم نبدأ نشوف الكونسنشوال. الكونسنشوال في طرق مختلفة لكن بعضهم أيوه هذه. تحط يدها كذا بالنص، لما أحط اللايت على عين واحدة المفروض العين الثانية تقفل as a response، تساند أختها العين الثانية. فلازم الثانية تقفل حتى بدون ما أحط عليها اللمبة. فزي ما تشوفون أخلي يا البيشنت يحط يده أو أنا أحط يدي، يعني كل طريقة عادي نفس الشيء. هنا أشوف العين اللي ما عليها لمبة، هذه اسمها consensual. طيب وبعدها في عندنا حاجة اسمها examination سريع اللي هو swinging light test عشان نعرف شيء اسمه relative afferent pupillary defect. هذا لما يصير في الأوبتيك نيرف عندنا defect، المفروض شوف swinging test، راح أوريكم مقطع سريع عليه.
هنا العين الطبيعية، شوفوا كيف اللايت على طول أوديه swinging من اليمين لليسار. لما أحطه على عين واحدة حتى العين الثانية تسكر، كلهم يسكرون بنفس الوقت، فأسويها as a swinging motion. فشوفوا عندنا لما ما تكون العين normal سوت constrict، بس هنا العين المتضررة الأوبتيك نيرف المتضرر ما استجابت، صارت لها dilation. هذه العين المتضررة الآن يحطين عليها اللمبة ما تستجيب للconstriction، يصير both of them dilated. هذا عندنا الـ swinging reflex. وبرضو من الأشياء اللي we assessed اللي هو الـ color vision، في حاجة اسمها الإشهارة بليد اللي هو هذه، تعرفون هذه الإكزامينيشن اللي تجي في النت. fun fact إنه إيش الأشياء اللي تسبب تغير اللون، هي not so fun يعني، fact يعني، اللي هي الـ optic neuritis. عندنا فيتامين A deficiency، عندنا chronic exposure to any solvent زي الليد، هذه الأشياء هذه ممكن تسبب تغير في الـ color vision. وعندنا أهم كاتيجوري، الكاتيجوري الرابعة في الـ optic nerve اللي هو الـ visual field. فعندك هنا الـ visual field، شوفوا how to examine it. والله المفروض أنه وجه الوجه، بس للأسف يعني هذا المقطع قاعد أحاول أعوض المقاطع عندكم، ما راح أخليكم تشوفون كله. 3 و31 هذا visual field. We sit، شوفوا كيف مقابلين بعض about 1 meter. أقفل أنا العين، أخليه هو يقفل العين اليمين مثلاً وأنا أقفل العين اليسار المقابلة له، أقول له يا عم ثبت راسك لا تحرك ولا تحرك عينك. فأختبر عندي الفور فيلز للفيجن، هل هو يشوفها ولا لا. كيف أختبر؟ بعض الناس، بعض الدكاترة يحط أصبع عين يقول كم أصبع أنا رافع، أصبعين ثلاثة، وفي بعضهم لا يحرك أصبعه، يا عم هل أصبع يتحرك ولا واقف مكانه. فلها أكثر من طريقة يعني، هي نفس الكونسبت. فشوفوا كيف حتى أنا مقفلة عيني، لازم أنا بالفيلد حقي نفس الفيلد حقي، لازم أنا أشوفها برضو هو حيشوفها. فهذا هو before visual fields. فنرجع الآن، مرة سهلة هنا، شوفوا هنا عندي بعض النوتس اللي مرة تهم في ستيشن زاوسكي. And they sit opposite to the patient around 1 meter. Ask the patient to cover one eye with their hand and the other patient. أنا أقفل المقابلة له نفس الـ eye. Mirror the patient. طيب بعدين ask the patient to focus on one part. يعني يقول ركز على أنفي مثلا أو ركز علي، لا تحرك عينك، لازم أتأكد من الفيلد. During assessment and you should do the same. حتى أنا ركز على أنفه مثلا أو نفس الشيء عشان أتأكد أني أنا وياه على نفس الفيلد. وآخر شيء تقولين I want to complete my examination using fundoscopy. فندوسكوبي وهذا هو. فعندنا هذه بس ما هي ديتيل، بس هنا بعض الفيجوال فيلد لما نسوي لها اسسمنت للي حاب يستزيد. هذه الديفكت حقتها وايش اسمها يعني. طيب نجي اللي بعدها اللي هو الاوكيولوموتور والتروكلير والابدوزنس اللي هو نيرف 3 و 4 و 6. هذول الثلاثه جمعناهم مع بعض وسوينا سكيب الفايف لانهم مرتبطين بفانكشن واحدة اللي هو الـ eye movement، فكلهم examination واحد. فعندنا الـ eye examination، eye movement examination. نفس الحركة أني أحاول أكون مقابلة للـ patient about 1 meter، أخليه يلحق أصبعي يثبت وجهه أهم شيء، وأقول يا عم الحق أصبعي أرسم على شكل H، أبدأ من السنتر وأروح يمين ثم فوق ثم تحت. فشوف هنا كيف يروح على شكل H، كنا يرسم H، خليه يلحق بعيونه فقط، ركزوا معي. ثم أرجع للسنتر ثم أروح للجهة الثانية، وأنا أسوي هذه الحركة ألاحظ عيونه، إذا عندي نستاجمس في العين، إذا عندي زغللة أقول له هل واضح عندك الفيجن في زغللة، في حاجة حتطلع لي حتبان معي إذا وصل للإكستريمز أوف فيجن. فهذه غالبا الاي موفمنت. طيب ما راح ادقق لكم مره على كل نرف بالضبط وايش العضله اللي يمسكها، هذه في محاضره نظريه يعني ما حتكون هنا، ما راح اغثكم فيها. بس هنا بعض النوتس، ask the patient to keep their head still, move your finger through various axes of movement زي الاتش باترن, observe any restriction of eye movement and note any nystagmus. فهذه سلايده اللي حاب يستزيد، هنا موجود اي عضله كل نيرف ايش يحركها، ما راح ادخل فيها مره.
طيب نجي اللي بعدها اللي هو عندي واحدة من النيرفز الحلوة. حنا في هذا النيرف بيأسس two branches أو two functions, the sensory function والmotor function. عندنا reflex. فالsensory هو main component للtrigeminal. عندنا three branches للtrigeminal: ophthalmic branch, maxillary والmandibular. فbasically the sensation أشوف the pinprick sensation وأشوف the light sensation اللي هو the light touch اللي هو بالقطنة. يا بقطنة يا فاينة. أمشي على الفور على ثري برانشز هذه واحدة واحدة وأقارنها لازم بالجهة الثانية. كل ما أروح يمين لما أروح يمين أقارنها باليسار, ما أخلص اليمين كل البرانش بعدين أروح يسار, لا خلاص أكثرمك برانش أمشي مثلاً على فوق الحاجب. يعني عم تحس هنا خلي يغمض عينك, طبعاً تحس هنا أيوة أحس أروح على طول للجهة اللي بعدها اليسار مقابلة لها برضو من نفس الشيء للماكسيلري ونفس الشيء للمانديبولر. فهذه نقطة جدا مهمة. بالنسبة للموتر, الموتر حقه جدا بسيط. أول شيء أشوف العضلة اللي هي مسؤولة عنها اللي هو الماسيتر مصل, أشوف هل فيها ويستين كذا بالشكل إنسبكت. بعدين أبدأ أقولها أقبض على أسنانك كذا بقوة clench your teeth وأتلمس العضلة هل هي فعلا contracted ولا لا. وآخر شيء السيريكويد مصل by resisting open your mouth, أقول له أفتح فمك وقاومني, أحاول أني أمنع أنه زي اللي أحاول أسكر فمه ويحاول يفتحها عشان أشوف قوة السيريكويد مصل. وآخر شيء الريفلكسز اللي تنسى عادة في الستيشنز اللي هي الجو ريفلكس والكورنيال ريفلكس. ودي والله لو في مقاطع بس يعني ما لقيت لها مرة. طيب نجي عندنا الفيشل نيرف. ممكن ترى بعد المحاضرة أرجع لكم على كيف تسوي الجو ريفلكس بس بالكلام أحس حيخربط مرة. طيب نجي الحين الفيشل نيرف. الفيشل نيرف mostly motor عكس الترايجيمينال, ترى كثير يخربط فيه فكثير يخربط بينها وبين الترايجيمينال. هنا mostly motor. السنسري عنده function واحدة اللي هو anterior two-thirds of the tongue. أشوف إذا يحس فيه أعطينا كات. فيه ترى زي strips, شفتوا strips حقت الأولفاكتوري فيه زيها برضو للتيست بس أنه غالبا بالهيستوري تكفيني إذا تغير عليك طعم ولا حاجة بس, لكن لازم تقولونها في الستيشن لازم تقولونها. أما الموتر هي أهم حاجة عندنا اللي هو راح يسويها بحركة اليد. هنا ممثل عندي في الصورة الفايف برانشز حقت الموتور. فعندي كل برانش حاطه اكزامينت مع كل مصل عندك. فنبدأ أول شيء أي اكزامينيشن تبدأ بإنسبكشن, أشوف الفيشل أسيمتري, أشوف الفورهيد رينكلز, أشوف النيزيو ليبيال فولد اللي هو العفطة اللي عند الأنف, أشوف الأنجلز أوف ذا ماوث. إذا تعرفون بيلز بالسي حتكون الوجه دروبينج, حي ما راح يكون في كذا تكس وكن حاط بوتوكس. فهذا في البيلز بالسي مو في الإنسان الطبيعي. نجي بعدها أسس فيشل موفمنت اللي هو الموتور. راح أقول له كل شيء, ترى كل أي شيء موتور معناتها مقاومة against resistance. يعني أقول له ارفع حاجبك وأنا أنزلها, هذه أسس فرونتاليس. close your eyes وأنا أحاول أفتحها, أحط إصبعي كذا على يده على عينه وأحاول إني أفتحها وهو يحاول يسكرها. blow out your cheek عشان أشوف الأوربيكولاريس أوريس, أقول له انفخ انفخ خدودك وأنا أحاول أضغط عليها عشان أشوف الباور. سمايل أبغى أشوف كذا السيمتري حقت السمايل نفسها, هل فم لما يبتسم سيمتريكال اليمين نفس اليسار ولا لا, عشان أشوف التو ماسلز الليفيتر أنجولاي والزايكوماتيكوس ميجر. وآخر شيء بيرس ليبس اللي هو أقدر أقول ويسل صفر أو بس اللي سو الدك ليبس بالعامية يعني اللي هو أوربيكولاريس أند فاكسينيتر ماسلز. فكلها غالباً against resistance يعني يحتاج إنه power scale. فهذا هو الفيشل. نجي بعدها النرف الثامن اللي هو الفستيبولو كوكلير. هذا مرة في الإكزامينيشن حقه. هذا له علاقة بالسمع. فأول شيء راح أشوف الجروس هيرينج assessment. أجي عندنا وأهمس يا واحد اثنين ثلاثة ثم أجي إيش الأرقام اللي أنا قلتها بالهمس. هذا اسمه جروس هيرينج موفمنت. وبعدها أسوي التو تيست الريني والويبر. فقبل لا نبدأ بالرينا والوبر حابة أشرح two concepts, ما أدري إذا أعطاكم إياه في المحاضرة ولا لا. في عندنا في الهيرينج أو في الكمبونت حق السمع عندنا conductive hearing وعندنا sensory neural hearing. الconductive اللي هو لما الباثوي عندي فيه defect, يعني زي مثلا في شمع حاجة تمنع موجات الصوتية أنها تدخل للكوكليا, زي شمع شيء physical, شمع impacted wax أو foreign body اللي هو unable to effectively transfer the sound to the inner ear. أما السنسوري نورال فهي عادة مشكلة في النيرف نفسه جوا. الباثوي سليم ما في أي شيء يسده, لكن مشكلة عندي بنفس الكوكليا جوا أو النيرف نفسه.
فحابة حبيت بس أشرح هذه التو كونسبتس قبل ما نبدأ. ثم نجي للرنة والأوبر تيست، حنحتاج الشوك الرنانة. فعندي الرنة أبغى أشوف في الرنة، أبغى أقارن الـ air conduction بالـ bone conduction الـ wave sounds. فزي ما تشوفون أضرب الشوك الرنانة، هو يسويها بطريقة ناعمة، إحنا الطلاب نضربها بالسرير أو نضربها بجدار أو أخبطيها بركبتك، أهم شيء خليها تهتز يعني. فرني أو شيء أخذها وأقربه من إذنه بس ما ألمس، والشوكة قاعدة ترن، أخليه يسمع الموجات هذه. شوفوا زي عندكم في الفيديو اهتزت الشوكة، حطها قدام الإير على طول بس إنه بدون ما ألمس عشان ما توخر الاهتزازات. أحطها عند الإير ثم أقول إذا وقف الصوت يا عم علمني، يقولي وقفت، خلاص وقفت. أخذ نفس الشوكة ما أسوي فيها أو شيء، ما ألمس الأسنان لأن الأسنان هي اللي تهتز، أخذ من البيس حقها وأحطها على البون هنا وأشوف هل الساوند لسه ينتقل ولا لا. طيب يقول إيه، أحس فيه ثم وقف. أسأله إيش أحسن انتقال، هل الانتقال بالهواء ولا لما أحطها على الجنب إنك أحطها على البون؟ فالطبيعي عندنا في الرني أن يكون الهواء أحسن من البون، هذا النورمال. فلما يكون عندكم أو لما يتوفر لكم في ستيشن الشوك الرنانة جربوها، فحتشوفون فعلا ان الاير كوندكشن احسن. فهنا يقولك بس انه كيف تمسك الشوكة الرنانة عندك بسرعة، لما وهي تهتز احطها زي كذا بارلل بدون ما المس، وثم عاد احطها في البون. اول ما يقول خلاص وقف الصوت عندي هنا، امسك الشوكة الرنانة من البيس واحطها على البون على طول، الزقها فيه فيرملي بريس واشوف هل يحس ولا لا، عشان اشوف توصيل البون للصوت. فهذا هو الرنين. نجي للويبر. الويبر هو أني أضرب الشوكة الرنانة هذه وأحطها يا بنص الفورهيد أو فوق عند الفرونتالس بون. فكل دكتور له طريقته، كل الطريقتين صح. شوف هنا حطها في الفرونتالس، إحنا كنا نحطها في ستيشن هنا على نص الجفا، نفس الشيء. وأسأله وين تحس الصوت أقوى، يمين ولا يسار؟ المفروض أن كلهم نفس الشيء، يحس فيهم بوث في الأذنين نفس الحاجة، لكن إذا قال لك راح يمين ولا راح يسار هنا حيكون عندي مشكلة. ما راح أدخل لكم مرة في الانتربريتيشن، لكن هذا هو جدول مبسط. هنا يقول لك في الرنة تيست الإير كوندكشن المفروض أنه أحسن من البون كوندكشن بايلاترال في كل الأذنين. إذا عندي كوندكتيف هيرينج لوس معناها عندي مشكلة فيزيكلي ساد بالقناة، فحيكون البون أحسن من الاير كوندكشن في الاذن الافكتد. سنسوري نيورال زي ما قلت هو مشكله عصبيه، فراح يضل نفس النورمال ما حتميز. اللي حيميز لي السنسوري نيورال اللي هو الويبرتس. لا تخربطوا نفسكم مره في الانتربريتيشن، اعرفوا فقط النورمال. هذه غالبا تفاصيل في سنه رابع. نجي اللي بعدها، نيرف 9 و10. 9 و10 هذولا كلهم examined together، لكن كذا معلومات بسيطه عنه، انه الجلوسفارينجيال النيرف التاسع هو اللي حيسوي لي اليفيت ذا فارينكس دورينج سوالينج سبيتش. ترى كلهم لهم علاقه في السوالينج والجاج ريفلكس والشيء هذا، عشان كذا اكزامينيشن حقهم واحد كل الاثنين. فبس تعرفون انه الجلوسفارينجيال هو الافرنت لمب للجاج ريفلكس، بينما الفيجس نيرف هو الافرنت لمب للجاج ريفلكس. واكيد شرحوا لكم في المحاضره النظريه ايش معنى افرنت وافرنت لمب. تقريبا بس هذه. حشوف الاكزامينيشن حقها. لما يقول لك اكزام ذا 10th او ذا 9th او كلهم، اول شيء نبدا الانسبكشن، اقول له افتح فمك اشوف اليوبيولا عندي هل هي ديفييتد ولا لا. هذه صوره عندنا ديفييتد يوبيولا، فالمفروض انها تكون في النص ما تكون زي كذا مايله. اسوي سوالونج اسسمنت، اعطيه كوب مويه يشرب، ابغى اشوف السوالونج حقه. ثم الجاج ريفلكس. الجاج ريفلكس ببساطة أنه يفتح فمه وأدخل اللي هي التونج ديبريسر، أو إذا عندك عود أسنان أحطها في الهارد باليت. المفروض أنه جاج صراحة كرول الإكزامينيشن، بس أنه this is how it's done. كلهم نفس الشيء، كلهم يتون في نفس الإكزامينيشن هذا. نجي سريع الأكسسوري نيرف. الأكسسوري نيرف هذا يعطينا الستيرنو كليدوماستويد والترابيزيوس موسلز. فراح نبدأ أول شيء طبعاً كأي زي ما قلنا نبدأ بالإنسبكشن، راح أشوف إذا في ويستنج ولا لا هذه المصل. طيب ثم راح أسوي إكزامينيشن ترابيزيوس مصل، اللي هو أقول ارفع كتفك وأنا بضغط قاومني، أبغى أشوف قوتها. ف
فهذا هو الترابيزيس. أما سترنوكليدوماستويد اللي هو عند الرقبة راح أقول له turn your head against resistance، نفس الشيء سو وجهك يمين وأنا بحاول أدفه يعني في كل الجهتين in both sides. نجي للهايبوغلوستال نيرف، عفوا هذه ترى النيرف 12 الهايبوغلوستال نيرف. الموتور حيكون للمسلز اوف ذا تانج، فكل اكزامينيشن حقنا حيكون مركز على التانج. نبدا بانسبكشن، افتح فمك يا عم، راح اشوف فاسيكيليشن اللي هو مسل تويتشنج عندي في التانج، راح اشوف اذا سيمتريكال ولا لا. بعدين اقول بروترود، اشوف اني ديفيشن، اشوف هنا عندي هذه ديفيشن التانج، فاقول بروترود طلع لسانك اشوف ديفيشن. ثم اخر شيء ابغى اشوف الباور، ما راح ادخل اصبعي جوا فمه، معليش راح اقول سكر وحط اصبعك عند خدك on the patient cheek وحاول ان يدف اصبعي بلسانه، يعني هذه طريقه نظيفه انظف يعني. فهنا place your finger on the patient cheek and ask them to push their tongue against it and repeat on each side. فهذه عندنا كده رانداون بسيط للcranial nerve examination. انا اعتذر جدا، المفروض انها زي ما قلنا انه حضوري وتكون تجربه قدام بعض، بس انه حاولت قد ما اقدر ركزت على بعض النيرف زي ما قلت لكم، حطيت عليها مقاطع اللي هو 9 و7 و5 حتى الاوكيوموتور اي اكزامينيشن اوبتيك، يعني هذول اللي في الليفل حقكم يو كان دو ات يعني. فهذا هو في نيد اني ثينج يعني. شكرا على استماعكم اند جود لك، وعندي هذا الكونتاكت اي حد حاب يسال اي حد محتاج شيء. هذا حسابي في تويتر، فحياكم.